ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عايزين نعمل النهاردة سلطة الرنجة بالخضار. الشيف المغازي قال بطريقة مبتكرة، بطريقة جديدة، المية تكدب الغطاس. معانا رنجة، معانا خيار وطماطم وتوم وبصل، معلقة طحينة، ومعانا جلد الرنجة. خد تحتها خط بقى، دي كده الجلد بتاع سمكة الرنجة اللي هي اتبخرت بيه أو اللي هي اتدخنت بيه. ما هو سمك الرنجة ده يا اخوانا عشان نفهم مش سمكة احنا روحنا جبناها من مزارع وجينا، ده سمك الرنجة بيجي مستورد، بيتاخد وبعدين يتعمل عملية تدخين في أقفاص من الأفران مقفولة. بعد ما يولع الخشب وحسب نوعية الخشب بيتوقف عليه حسب نوعية الرنجة وغلو الرنجة وسعر الرنجة، وفي الآخر يطلع ياخد عملية التبريد المفاجئ ويتعبى في صناديق أو يتغلف وتتباع. ده الاختصار الشفوي لعمل سمكة الرنجة. طبعا عشان نعملها دي عايزة غلبة، ما تقوليش بقى أنا هعمل عرق بسطرمة في البيت، لا، الرنجة تشتريها من عند ناس متخصصة. معانا الرنجة ومعايا الجلدة بتاعت الرنجة بعد ما خليتها أنا عايزها، هي دي التركاية. ومعايا بصل ومعايا طماطم ومعايا خس ومعانا معلقة طحينة ومعانا توم وزيت زيتون وعصير ليمون. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. عايزاها سبايسي مش سبايسي حسب ما انت حابه. الطاسه بتسخن على النار، ناخد شويه الخس الكابوتشا دول كده، الله، طاسه وخس. المخرج دلوقتي بيقول لي الحكايه وسلطه، يعني هنطبخ ولا هنعمل سلطه؟ ما تقول لنا انت مستعجل وراك حاجه، مفيش احلى من كده. عينك بتشوف حاجات حلوه اهيت على الشاشه. شفنا شويه مكرونه قليناهم بطريقه جديده بطشه مغازيه وقدمناها. طبعا بعد ما ناكل هنسال نقول ايه ده؟ ده جمبري ولا مكرونه؟ دي عداله شويه رز ابيض او طبق مكرونه اللي انا عامله بالتونه ده كده. الخس الكابوتشا اتقطع زي كده بعد ما اتغسل كويس، اللهم صل على النبي. بنرصه في طبق حلو ده كده عشان ده لما يشرب من الصلصه اللي انا عاملها دلوقتي حكايه، هتاكل صوابعك وراها على طول. حلو. معانا يا عم الشيف الخيار، طماطم، خيار، طماطم، خيار، ايوه شاطر يا ملح، طماطم حفظته. حلو ده، واحدة بطاطس وواحدة لحمة وخيار. حلو قوي، تمام لغاية دلوقتي شاطر يا شيف. حلو قوي، نكمل اللي بعده. معانا بصل، اللهم صل على النبي، دي عجباني، حلوة قوي البصلة الحمرا دي، ناخدها كده. عايز انا شرايح من البصل كده بالسمكة دي، ما هو رنجة من غير بصل يتيم على طول، فسيخ من غير بصل يتيم. خلي بالك البصل الاخضر بالذات او البصل بتاعنا الجميل الحلو ده كده. البصلية جاهزة عندي على البلانشة كده زي ما هي، بحط على البصلية دي يا عم الشيف ريحة البصل وريحة بقي. رايح اصلي يا شيف ورايح معزوم، عندي فرح النهاردة، عندي تصوير النهاردة، اقعد في الاستوديو ازاي وريحة بقي بصل؟ اسمع وصلي على الحبيب، سنة شبت صغيرة، اللهم صل على النبي. حلو قوي، انسى بعد ما تاكل البصل ده، اذا شميت ريحة بقك بصل انا هدفع ثمن الرنجة. معانا نعناع اخضر، ورقتين نعناع حلوين كده نقطفهم من الراجل بتاع الاشارة، الراجل الطيب يا بتاع النعناع يا منعنع. حطينا النعناع، البصل، شوية ملح صغيرين على البصل، معلقة زيت صغيرة على البصل، عصرة ليمون صغيرة، أيوة شطورة يا حلوة، على البصل. أهو يا فندم شيلته ده خلاص. شفت إزاي؟ هو ده، ناخد ده كده زي ما هو ونحطه هنا كده، اللهم صل على النبي. هرم، بصلة هنا ايه خلاص دابت، انسى ريحة البصل خالص. ناخد الرنجة بتاعتنا مكان ما حطينا البصلة، الرنجة دي في المية، هنشتغل الرنجة في المية دي، خلي بالك ده مهم جدا على فكرة، هنشتغل الرنجة في المية دي، في المية بتاعت الايه، بتاعت مية البصل اللي انا تبلت فيها من شوية، خلي بالك علشان الحاجات دي مهمة جدا. دي الرنجة بتاعتنا، اللهم صل على النبي، مخلية وجاهزة.
حلو قوي. نقطعها بقى بالشكل الحلو ده كده. ألف هنا وشفا، ألف هنا وشفا، لوحة فنية. تاني الفلاسفة بقى دلوقتي اللي يقولك الشيف المغازي قطع الرنجة مكان البلانشة وكان عليها بصل وكان، يا عم اهدى بالله وشوف الدنيا رايحة على فين. صلى على الحبيب قلبك يطيب. ده الطبق ده تاخده بتجري، ها ده ما حدش يشاركك فيه خالص، خلي بالك. زي الفل. واشيل كل حاجه من هنا مش عجبانه. حلو كفايه قوي. ونعمل بقى الايه تركايه بعد ما نروق الدنيا الحلوه دي كده. قال لك المغازي جاب الخلاصه من الطاسه، انا عايز الطبق ده كده. حلو قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ايه؟ كله دلوقتي انا عارف مركز قوي لان احنا من المصريين من عشاق الرنجه من زمان. شم من سيم، مناسبات مش مناسبات، احنا بنعشق الرنجه، وانا اول واحد بعشق الرنجه. لا بحب الفسيخ ولا بحب ريحته ولا احب اشتريه. للامانه يعني. كل الدنيا عارفه كده. طاسه هنا زي الفل، بحط فيها شويه زيت. اللهم صل على النبي. ومكان ما حطيت الزيت كده شفتوا بقى التركايه؟ نعم يا غالي، نعم، صلى على الحب. ده جلد الرنجه. أنا عايز أعتمد على طعم الرنجة. هي دي التركاية اللي مش هتلاقيها لا في كتاب ولا فلسفة ولا في جوجل ولا أي حاجة. يا ويلي يا ويلي يا مغازي لما تهلوس الدنيا. هو ده، سيبها. الله أكبر، الله أكبر. صلى على الحبيب يا راجل يا طيب. الموضوع ده يطول شرحه. المخرج الجميل بيسألني بيقول لي ليه حطيتها في النار؟ سؤال حلو قوي، سؤال جميل. انا باخد ريحه التدخين الخشب وريحه التدخين بتاع الرنجه. الاستوديو مقلوب رنجه دلوقتي كله على فكره. بعتذر طبعا للاساتذه المذيعين واللي قدموا لنا النشره اللي بعد الهواء، بجد والله العظيم يعني بعتذر يعني لكم. عندي اكله رنجه بالشكل ده كده. سيبها شويه. ايه اللي بيحصل هنا؟ هاخد انا الزيت مكان تحمير الرنجه واعمل الصوص والتركيبه بتاعت الصوص بتاعت السلطه اللي انا بنيتها هنا. ركزي بقى عشان الموضوع هنا شيق يعني. زي الفل. الله الله على الحلاوه. بصلايه بقى صغيره كده. شفت الجو ده كده؟ فص توم صغير كده. كله ده في قلب الطاسة، في قلب الطاسة. جلد الرنجة، تومة، بصلة، معلية هريسة حلوة. الله. عصير الليمون. الله. كل ده يا شيف، كل ده. صلى على الحبيب. قلبك يطيب. مصفة صغيرة. ناخد ده كله كده مع بعضه. يلا. الله العشق. الواحد لما بيحب حاجة بيألف لها، بيخترع لها، بيسهر الليالي عشان ايه؟ يعمل الحاجة الحلوة بتاعتها. شفت الشقاوة؟ لا ده الموضوع موسوعة بقى، ده المصفة دي نازل منها موسوعة. الله الله. شفت التتبيله دي؟ زي ما هي كده. اشيل دي كده من هنا، شكرا، اخدت اللي انا عايزه. عايز ايه تاني بعد كده؟ انت عايز تكمل الحلقه بعد كده؟ اعتقد يعني حرام يعني. شفت الشقاوه دي؟ شفت الشقاوه دي؟ لا يا باشا، انت لو دورت على ده مش هتلاقيه لا في كتاب ولا في كراس. المغازي جاب الخلاصه. لا عشان تعملوا الصوص ده لازم تتابع الحلقه من الاول من فضلك. عشان تشوف الرنجه وانا بقدمها. اجيب منين تاني؟ وده هم شويه، واخد بالك؟ زي الفل.